أبنائي وبناتي طلاب الحقوق ببرنامج التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، نواصل الحديث معا في مفردات مقرر 311 الخاص بفقه الميراث والوصايا، وذلك بعد أن بدأنا في الحديث عن أصحاب الفروض، فتحدثنا عن بنت الصلبية، ثم تحدثنا عن ميراث بنت الابن بالفرض. بقي لنا جزئية في ميراث بنت الابن، وهو إرثها بطريق التعصيب، إرث بنت الابن بطريق التعصيب. مين اللي بيعصب بنت الابن؟ بنت الابن حقيقة لها وضع في التعصيب تنفرد به في صور منه عن باقي أحوال الميراث لأصحاب الفروض الآخرين، فهي بين أن أنترس بالتعصيب بالطريقة المعروفة والمألوفة في قواعد الميراث، وهو أن الذكر المساوي لأنثاه صاحبة الفرض إذا جاء معها فإنه بيلغي إرثها بالفرض ويحولها إلى الإرث بالتعصيب، ودي مسألة تقليدية بين كل ذكر مساوي لأنثاه من أصحاب الفروض، الأخ مع الأخت الشقيقة أو الأب، الابن مع البنت، بنيجي لبنت الابن مع الابن. فمثلا لو ان عندي بنت ابن ومعاها اخوها اللي هو ابن الابن المساوي لها في الدرجة، فبنقول التركة هنا مع بعض الاثنين في شراكة، التركة تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين، يعني الابن له سهمين شريحتين وبنت الابن لها شريحة واحدة، فتقسم التركة اثلاثا، سهم بتلت لبنت الابن وسهمين بالتلتين لابن الابن. ودليل هذه الحالة هو نفس الدليل اللي ورد في تعصيب البنت الصلبية بالابن في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فتنطبق مادام كلمة أولاد على بنات الابن وابناء الابن الذكور، لان اذا ما توجدش الاصول اللي هم الابن وبنت والبنت الصلبيه دول بيحلوا محلهم، وده نظام التعصيب التقليدي او الطبيعي المالوف. لكن هناك صوره ثانيه للتعصيب لن نجدها الا في ميراث بنت الابن فقط، وهو جعل رحمه لها لانها من جهه برضه تعتبر مهمه وقريبه للانسان الميت من حيث أنها فرع من فروعه، فإذا لم يوجد العاصب المساوي لها في الدرجة فاستثناء وخروجا عن القواعد العامة تعصب بنت الابن بأي ذكر من جهة الفروع وإن كان أدنى منها، ويعني لأن شرط التعصيب دائما الذكر يكون في قوة الأنثى، فالابن لا يعصب البنت لا يعصبها الا الابن، الاخ الاخت لا يعصبها الا الاخ. هنا بقى بنت الابن ما التقتش ابن الابن، فوجدت ابن ابن اقل منها في الدرجه من جيل ابعد، يعني عندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن، الذكر ده اضعف منها لانه بينه وبين الميت واسطتين، انما هي بينها وبين الميت واسطه واحده، اذا هي اقرب، فعايزه عشان حد يعصبها يكون مساوي ليها، مش موجود، وموجود الاضعف وفقا للقواعد العامه لا يعصبها. لكن هنا استثناء الفقهاء او علماء الميراث وضعوا شرطين، قالوا اذا كان سيترتب في هذه الصوره حجب بنت الابن وعدم إرثها، وكانت في احتياج شديد إلى هذا الذكر الأضعف منها، فإنه يعصبها استثناء بنظام للذكر مثل حظ الأنثيين. إنما لو ما كانتش هتتحجب أو مش محتاجاله يبقى لا داعي لتطبيق هذا النظام. إزاي بقى؟ تعالوا نشوف. لو أنا عندي بنت صلبية وبنت ابن وابن ابن ابن
البنت طبعا بتاخد النص زي ما اتفقنا، منفردة ولا يوجد من يعصبها. بنت الابن هنا ما دام فيه بنت ما تقدرش تاخد النص، وقلنا لسه في نهاية اللقاء السابق ان هنا بندي لها السدس المكمل او تكملة للثلثين. هنا بقى ورثت ولا اتحجبت؟ لا ورثت، يبقى ما يجيش ابن ابن الابن الانزل منها ده ونقول له عصبها لانها ورثة ومش محتاجة اليه، هو بقى ياخد الباقي تعصيبا بمفرده، ولا علاقة له بهذه الانثى اللي هي بنت الابن لانها اعلى منه ووارثة وليست في حاجة اليه. يبقى دي الشروط علشان نطبق الحالة دي. لكن لو كانت هتحجب وفي وضع الخطر زي مثل واحد مات وساب بنتين، وساب بنت ابن، وترك ابن 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 حفيد بعيد، لو بصينا هنا وبدأنا هندي للبنتين التلتين للتعدد وعدم وجود من يعصبهن. بنت الابن هنا لا هي عارفة تاخد النص لانه التلتين شاملين للنص، ولا عارفة تاخد سدس مكمل للتلتين لان التلتين كلهم خرجوا، هنجيب لها منين باقي تلتين؟ وفي نفس الوقت لا يوجد الذكر المساوي لها في الدرجة ليعصبها اللي هو شقيقها اللي نسميه ابن الابن. طب اذا موقفها ايه دلوقتي؟ موقفها ان هي لن ترث لاستنفاد النصيب، التلتين خلصوا ولا يوجد من يعصبها. هنا تبقى سيترتب على هذه الحالة انها ستحجب وهي في امس الحاجة لذكر يعصبها. هنا نقول لابن ابن الابن رغم انه اضعف منها عصب بنت الابن في الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. وده استثناء لان ابن ابن الابن المفروض انه اضعف، ولكن نظرا لاحتياجها اليه والا ستحرم وعدم وجود العاصب الحقيقي لها يعصبها استثناء. وهذه الحالة طبقت على يد الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا علي بن أبي طالب له رأي في هذا الموضوع، ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة قالوا بهذا، والعمل في قانون الميراث المصري على أن بنت الابن تعصب بابن الابن الأنزل والأبعد عنها في الدرجة إذا كانت ستحجب وكانت في احتياج إليه. إنما لو ما كانتش في احتياج إليه زي الحالة اللي أنا جبتها لكم قبل كده وكانت هتورث ولو السدس المكمل للتلتين لا شأن له بها. وهنا هنجد ان ابن ابن الابن الاضعف ده بيعصبها للذكر مثل حظ الانثيين رغم انها اقوى منه، لان هي استفادت من تعصيبه ليها. فما تروحش تقول له لا ده انا اعلى منك في الدرجة يبقى التعصيب بالتساوي، ما ينفعش. لا، بتطبق قواعد التعصيب، ودي حالة من حالات التعصيب الاستثنائي التي لن تتكرر في اي صاحب فرض اخر، ولم ترد الا في ميراث بنت الابن فقط من بين اصحاب الفروض. اخر حاجة في ميراث بنات الابن، مين بيحجب بنت الابن؟ احنا قلناهم قبل كده ولكن نقولهم على سبيل الترتيب. بنت الابن بتحجب بيه الابن، ابن الابن الاعلى منها في الدرجة، البنتين الصلبيتين اذا لم يوجد من يعصب بنت الابن، لانه في الحالة دي بيبقى ابن منقذ فبترس معه بالتعصيب ولا تدخل في اطار التلتين. كذلك تحجب بنت الابن ببنت الابن الاعلى منها في الدرجة زي ما قلنا قبل كده. لو عندي بنتين ابن، بنت ابن وبنت ابن ابن واخ شقيق، بنتين الابن دول علاقتهم بالميت بواسطة واحدة، وبنت ابن الابن بواسطتين، اذا هم اقوى منها، فيعاملوا معاملة البنات بياخدوا تلتين لان هم اعلى. ونيجي نقول بنت ابن الابن ليس لها شيء لاستنفاد النصيب، لا يوجد لها لا تلت مكمل ولا فرض اخر، وما فيش حد يعصبها وينقذها ولو كان انزل منها،
فهتبقى محجوبة ببنات الابن الأعلى منها في الدرجة. والأخ الشقيق بياخد الباقي تعصيبا. هذا هو الحال بالنسبة لميراث بنت الابن. وبننتقل للحديث عن أصحاب فرض جديد. الفرض الجديد هنتكلم بقى على أصحاب الفرض من جهة الأصول بعد ما اتكلمنا على أصحاب الفروض من جهة الفروع اللي هم البنت وبنت الابن. هنقول دلوقتي الأصول اللي هم الأب والأم. الأب والأم أهم أصلين في التركة من أصحاب الفروض، الأب ثم الأم. ما هي أحوال ميراث الأب وما هي أحوال ميراث الأم؟ وأبدأ بميراث الأب أولا. من هو الأب المقصود في هذه الحالة؟ الأب هنا الأب المباشر، الأب الذي أنجب، الأب الذي ينسب الإنسان إليه. هذا مكرم وله أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية. فالأب مثلا هو ولي البنت في الزواج، إذا أخطأ وقتل ابنه لا يقتص منه لأنه كان السبب في وجوده، فيعاقب بعقوبات أخرى كالحبس أو السجن أو كذا أو كذا، لكن لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد للابن من أبيه. فهناك كثير، وهو الوصي الذي لا يحاسب ولا يسأل أمام القاضي عن إنفاقه عن أموال القُصّر، لأنه أولى الناس شفقة ورحمة بهم. فهنا أحيط برعاية كاملة، ومن بينها الرعاية في الميراث. هذه الرعاية تتمثل في أمرين. الأمر الأولاني هنضيف بقى للقاعدة اللي قلناها قبل كده، إن في خمسة من الورثة لا يحجبون أبدا، ذكرنا منهم البنت. الأب كذلك وارث من الورثة لا يتصور أن يحجب أبدا في مسائل الميراث، بمعنى أنه لا يمكن تأتي مسألة ميراث وفيها أب للميت أو الميتة ويخرج خالي اليدين. صحيح قد يكون نصيبه قليلا أو كثيرا، ولكن لابد أن يرث. هذه هي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية التي ربما لا ينفرد بها إلا الأب ومن بعده الجد، هي أن الورثة إما أن يرثون بالفرض وإما أن يرثون بالتعصيب، لكن الأب والجد بيتمتعوا بصفة الجمع بين النظامين. فقد يرث الأب أحيانا بالفرض، فإذا لم يسعفه الفرض ووجد أن التعصيب أولى له وارث بالتعصيب، وقد يرث بالإثنين معا. ونفس الحالة دي بتنطبق على الجد عند عدم وجود الأب. إذن دول خاصيتين، أنه لا يحجب أبدا، اتنين أن الأب يتمتع بخاصية أنه يجمع بين التعصيب وبين الإرث بالفرض. تعالوا معا نذهب إلى بيان أحوال ميراث الأب، وهي سلسة وتكون على النحو التالي. الأب لما يموت حد من أولاده، فالميت متصور أن يكون الابن أو البنت، والوارث الأب. إما أن يكون لهذا الميت أولاد، وإما أن لا يكون له أولاد، لأن هذا يؤثر على مقدار نصيب الأب، لأن الأبناء أولى بالرعاية، والأبناء صغار وهم مقبلون، والآباء مدبرون. كما أن الآباء لا يحزنون إذا ميزنا الأحفاد بنصيب يحميهم في المستقبل من مال أبيهم، وفضلوا على الآباء. وبالتالي فالأمر الأساسي في هذا الجانب هو موقف وجود أولاد للميت أو الميتة في حال وجود الأب. فمثلا لو إن الأب في تركة مات فيها ابنه أو بنته، وكانوا الاتنين مالهمش ولاد خالص، لا ذكور ولا إناث، دي أفضل حالات ميراث الأب. يعني واحد مات
وما عندوش اولاد لا ذكور ولا اناث وموجود ابوه. في الحالة دي يا جماعة هيستخدم الاب الارث بنظام التعصيب، ومن هنا انا بقول لكم بيورث بالطريقة المزدوجة، يعني معاه النظامين. هنا يجد انه ارثه بالتعصيب افضل كثيرا، فلو ان الميت ده ملوش قرايب غير الاب ياخذ التركة كلها بطريقة التعصيب. طيب له ورثة اخرين اصحاب فروض اقل ومفيش ولاد برضه، هياخد الباقي كله تعصيبا. فلو ان مثلا واحد ميت وسايب زوجته وسايب ابوه، الزوجة هتاخد الربح والاب ياخد الباقي تعصيبا التلات ارباع. يبقى دي افضل حالات ميراث الاب، هي عدم وجود ابناء مطلقا، يعني فرع وارث مطلقا للميت. ويقصد بالفروع هنا اللي هم اولاد الميت الفروع الوارثة. يعني ايه فروع وارثة؟ ما هو الانسان له فروع، لكن بعضها بيرث وبعضها لا يرث لانه من ذوي الارحام. فلو كان الفرع اللي احنا معانا من الفروع الوارثة وهي محددة، فالفرع الذي يرث هو البنت وبنت الابن من الاناث، والابن والنزل يعني والاحفاد الذكور من الذكور، دول بيورثوا بالفرض ودول بيورثوا بالتعصيب. لو اتوجد واحد من الاربعة دول يبقى معناها في فرع يؤثر على الاب. لكن لو اتوجد فرع لا يرث بنظام الفرض ولا التعصيب يسمى فرع غير وارث لانه من ذوي الارحام. يعني لو انه الميتة او الميت سايبين بنت بنت او ابن بنت، الاتنين دول ما هماش لا من اصحاب الفروض ولا من العصابات، وبالتالي فانهم ما يأثروش على الاب ويستمر في مسيرته ويرث بالتعصيب. فلو ان واحد مات وسايب ابوه وسايب ابن بنته، ابن البنت هنا مش هيورث لانه من ذوي الارحام، الاب ياخد التركة كلها. كذلك لو كانت بنت بنت مثلا، لكن اللي يأثر عليه وجود واحد من الفروع الوارثة، البنت او بنت الابن او الابن وابن الابن وان نزلوا. يبقى دي الحالة الاولى، هي حالة الارث بالتعصيب عند عدم وجود فرع وارث للميت مطلقا. الحالة التانية هي العكس بقى. طيب الاول انا قبل ما اترك الحالة الاولى وانتقل للحالة التانية عايز اتكلم على دليل الارث. عايز اتكلم على دليل الارث. ايه دليل ارث الحالة الاولى اللي هي ميراث الاب بالتعصيب؟ قول الله سبحانه وتعالى في آية الميراث الاولى بنص الحالة، فان لم يكن له، اي فان لم يكن للميت صاحب التركة سواء كان ابن او بنت ولد، والولد يطلق على الذكر والانثى لان كل مولود ولد، وورثاه ابواه، يعني مات وترك ابوه وامه ومالوش ولاد. يقول الله تعالى حلا لهذه المساله، فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. حدد الله سبحانه وتعالى فرض الام وانتهت الايه، لكن باقي في التركة تلتين الى من ينسبون؟ الى المسكوت عنه وهو الاب. فقد نص الله ان التركة واحد صحيح هندي تلتها للام ومعانا وارث ثاني اللي هو الاب، لا داعي لان يقول ويتبقى تلتين نعطيهم للاب. لا خلاص اتضحت الصورة ان اللي هتورث بالفرض الام والباقي هيروح بالتعصيب للاب. فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وبرضو ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كدليل، معنا أم وأب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها، الأم خدت فرضها وما بقي هيبقى بالتعصيب بقى، فلأولى رجل ذكر، أي يرثوه بطريق التعصيب، يرثوه بطريق التعصيب. الحالة التانية بقى لو اتوجد للميت،
لو اتوجد للميت فرع وارث، يعني هو لما مات الابن او البنت سايب ولاد، الولاد اللي متروكين دول اذا كان من بينهم ذكر، لان بنسميهم الابناء المختلطين، يعني اما ان يكونوا ذكور واناث او ذكور فقط، ذكور واناث يعني سايب بنت وولد وابوه، او سايب ابن فقط وابوه. في الحالة دي ما نقدرش نقول للأب أنت عاصب. ليه؟ لأن وجود الابن المذكر، ومعروف أن الابن هو أهم عاصب في مسائل الميراث. لماذا؟ لأنه ليس بصاحب فرض، وهو أقوى وارث للإنسان، ويؤثر على جميع الورثة إما بالحجب وإما بالإنقاص من فروضهم، فلا ينافسه أحد في التعصيب وقوته. هنا لو اتوجد الابن المذكر بيعطل عند الاب خاصية التعصيب اللي قلنا بيجمع بينها وبين الارث بالفرض، فنقول له هنا ما تقدرش تورث ايها الاب بالتعصيب، لان الاولوية للابن في الارث بالتعصيب. ولكن احتراما لمكانتك، مش معنى ان الابن خد منك التعصيب انك مش هتورث، لانك لا تحجب ابدا، وانما سيتعين حتما ان ترث بالفرض وليس بالتعصيب. يبقى في حال وجود فرع وارث مذكر او مختلط من الذكور والاناث، يعني فرع وارث فيه ذكر، وسواء كان الذكر ده الابن المباشر او الحفيد الذكر ابن الابن وان نزل، يتعين حصول الاب على سدس التركة فرضا، مفيش تعصيب. فلو مات وترك اب وابن، الاب سدس، الابن هو اللي عاصب ياخد الباقي بالتعصيب. اب وابن ابن، الاب السدس وابن الابن ياخد الباقي بالتعصيب. طيب ايه دليل هذه الحالة من القرآن الكريم؟ دليل هذه الحالة قول الله سبحانه وتعالى في آية أيضا الميراث الأولى، ولأبويه، أبوين مين؟ الميت، والميت أبويه اللي هم الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، السدس بس إن كان له ولد، والولد كلمة مطلقة بتشمل العنصرين الذكر والأنثى. فإذا كانت كلمة الولد هنا فيها عنصر الذكورة، يبقى يتعين الإرث بالفرض وهو السدس، وليس الميراث بالتعصيب، وإنما التعصيب يقتنصه الفرع المذكر ابنا مباشرا أو غير مباشر كالحفيد. يبقى إذن الحالة الأولى الإرث بالتعصيب في حال عدم وجود أولاد مطلقا من الورثة. اتنين، الارث بالفرض في حال وجود فرع وارث فيه ذكر. الحالة التالتة بقى، وديت فيها حكمة بالغة، ان الاب هيستخدم الكارت المزدوج اللي معاه في انه يستطيع ان يرث بالفرض وبالتعصيب في ان واحد. احنا قلنا في الاولانية التعصيب فقط، في التانية الفرض فقط، هنا هيورث بالفرض زائد ما يتبقى تعصيبا. طب متى تتاح له هذه الفرصة؟ اذا لم يكن في الفرع الوارث ذكر، لان الذكر من الفروع هو الاولى بالتعصيب، ما هوش موجود. طيب ما ورثناهوش بالتعصيب فقط ليه؟ لان في فرع وارث تاني بس مؤنث. إذن الحالة دي شرطها في حال وجود الفرع الوارث المؤنث، وكلمة الفرع الوارث المؤنث تطلق على البنات وبنات الأبناء وإن نزلن، يعني وإن تدرجهم بنت ابن بنت ابن ابن وهكذا. لو اتوجد حد من الإناث دول مع الأب،
الاب هيقول يا جماعه هنا لو سمحتم ما تنزعوش مني خاصيه التعصيب. ليه؟ قال لان مفيش ابن، الابناء الذكور بس اللي بيسحبوها مني. طب اتفضل خليها معاك. طيب هل يرث فقط بالتعصيب؟ راعى الشرع امرا خطيرا. لو تركنا الاب يرث بالتعصيب فقط ومعه الاناث ربما تضيق التركه ولا يتبقى للاب شيء. يبقى في ورثه كتير بدانا بيهم وقلنا الاب خليه في الاخر لانه بيورث بالتعصيب، جينا لقينا ما فضلش حاجه من التركه. من يقبل ان الاب ابو الميت او الميته لا يتبقى له شيء؟ هنا الشرع قال له خذ اولا الفرض وهو السدس، اضمن حقك، ادخل في المياه الدافئه التي تضمن لك السدس على الاقل، وحنكتب زائد الباقي تعصيبا. فان بقي شيء بالتعصيب اخذته، وهذا امر ممكن، وان لم يبقى لك شيء فقد حصلت على السدس، وهذا امر ممكن ايضا. يبقى قد تاخذ بالتعصيب وقد لا تاخذ، لكن على الاقل ضمنت فرض السدس. تعالوا نشوف كده مثلا مثال لحكمه الشرع في هذا. اذا كنا قلنا الاب ياخد بالتعصيب فقط وما خدش السدس فرضا كان جرى له ايه؟ لو ان انا عندي بنتين وعندي زوجه وعندي ام وعندي بدلا من الزوجه زوج، ايوه، يبقى بنتين وزوج وام وفي اب. هنبص للبنتين نلاقيهم واخدين التلتين للتعدد وعدم وجود العاصب. الزوج سيرد بعد قليل انه يحصل على الربع. والام هتاخد السدس. لو جينا بصينا للتركه دي يا جماعه لمن يتخيل معنى الحساب، الواحد الصحيح هنا انتهى، تلتين وسدس يعني خمس اسداس، والربع الباقي سدس وزياده، يبقى التركه خلصت وفيها عجز كمان. فلو كنا قلنا للاب خد فقط الباقي تعصيبا يبقى معناه هنكتب تحته لم يبقى له شيء، وهذا لا يرضي الشرع الذي كرم الاب. فقال له لا، انت في الحالة دهيت لازم نقول تحتك الاول السدس فرضا، ونكتب لازم نكتب كده زائد، لو ما كتبتش يبقى خلل، الباقي تعصيبا. هتقول لي طيب ما التركه خلصانة انت بتدي له سدس ليه؟ هناك نظام سندرسه يسمى نظام تقسيم التركة اذا عجزت عن الوفاء بالفروض، يسمى نظام العول، وله حل حسابي يحل المشكلة سنشرحه في موضعه. فهو قد ضمن السدس ودخل مع الورثة في الفروض، ولكن تحت كلمة التعصيب لن يبقى له شيء ولم يخسر شيء. فراعى الشرع الجمع بين البطاقتين علشان لا يحرم الأب من الميراث. تعالوا شوفوا بقى مسألة هيستفيد بها بالبطاقتين بسهولة جدا. واحد مات وساب بنته وساب أبوه فقط. البنت بتاخد النص للانفراد وعدم وجود العاصب. الاب نقول له خد السدس الاول اضمن حقك زائد الباقي تعصيبا. طيب هو خد السدس فرضا والبنت خدت النص، الباقي تعصيبا ده هيفعله ويستفيد منه ولا لا؟ طبعا، لان نص وسدس تلتين، يبقى الباقي تعصيبا تلت التركه، يبقى ورث السدس زائد التلت، السدس بالفرض والتلت بالتعصيب. يبقى كده جمع بين الحالة التالتة يرث فيها الأب بالفرض زائد التعصيب، وذلك في حال وجود الفرع الوارث المؤنث فقط ولا يوجد ذكور، لأن الذكور هيسحبوا التعصيب من الأب، لكن الإناث لا يسحبون التعصيب لأن هم من أصحاب الفروض فقط.
واحيانا يتبقى للاب اقل من الـ 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 شيء قليل بالتعصيب. يعني مثلا لو ان عندي بنتين وعندي اب، البنتين هياخدوا التلتين، الاب هياخد الاول السدس زائد الباقي، هيطلع ان تلتين وسدس خمس اسداس والباقي طلع تحت سدس، يبقى الواحد الصحيح اكتمل، يبقى خد هنا سدس فرضا وسدس تعصيبا. اذا حالات ميراث الاب. دليل بقى الحالة الثالثة دي سهل جدا، هو انه الـ الـ الاب بياخد السدس فرضا لقول الله تعالى ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد، فله ولد اللي هو البنت لانها يطلق عليها ولد خد السدس. طيب والتعصيب بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الفرائض بأهلها، طلعنا الفروض وما بقي فلأولى رجل ذكر، ما عندناش رجالة في المسألة لا أولوية ولا منافسة إلا الأب لا ينافسه أحد، إذن يطلق عليه أنه عاصب ويأخذ الباقي بطريق التعصيب. يبقى الأب له ثلاث حالات، الحالة الأولى الإرث بالتعصيب فقط في حال وجود فرع وارث فيه مذكر، الإرث بالفرض الإرث بالتعصيب إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا، الإرث بالفرض وهو السدس إذا وجد فرع وارث به مذكر، الإرث بالفرض والتعصيب إذا وجد فرع وارث مؤنث فقط. وبينا أن الفرع الوارث هو البنت وبنت الابن والابن وابن الابن، أي من يرثون من الفروع بالفرض أو التعصيب. أما الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب ويسموا بالفروع غير الوارثة لأنهم من ذوي الأرحام فلا يؤثرون على الأب في حالات ميراثه، وكأنه لا يوجد أبناء في هذه الحالة. بنيجي نتكلم على الحالة الرابعة من أصحاب الفروض وهي حالة ميراث الأم. يبقى قلنا الأب، نيجي نتكلم بقى على الأم. الأم في الحقيقة كرمها الشرع تكريما عظيما وجعلها من أصحاب الفروض وأعطاها خاصية أيضا أنها لا تحجب أبدا في الميراث. احنا قلنا قبل كده البنت حطينا إشارة خضراء قدامها إنما لا تحجب، الأب كذلك لا يحجب، جت الأم لا تحجب أيضا. كما أن الشرع كرم الأم تكريما هائلا في كل حياتها وأمورها، فأمرنا بأن نوقرها ونجلها وقدمها على الأب في التكريم، أيضا في الميراث لها منزلة عظيمة، فقد كرم ورثة بسببها زي إخوات الإنسان من أمه، كان من المفروض ما يورثوش ولولا فضل الأم وتقدير الله سبحانه وتعالى لها ما جعل لهم فرضا مقدرا يحميهم عند الشدائد فيرثون به. كما أن الأم أحاطت بمظلتها ورعايتها على غيرها، فتفضل أبنائها وأحفادها على نفسها، فيأخذون في حال وجودهم معها حصصا هي منتقصة من نصيب الأم، كأننا بناخد من الأم ونديلهم، فالأحفاد ينزلوا نصيب الأم من التلت للسدس، العدد من الإخوة بينزل الأم من التلت إلى السدس. فإذا الأم محاطة برعاية خاصة، وتمثل ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماتت الأم نادى مناد في السماء يا ابن آدم ماتت من كنا نكرمك من أجلها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، قال أمك ثم أمك ثم أمك، إلى جانب التكريم المشترك للوالدين الوارد في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن ما هي بعد أن استعرضنا هذه المقدمة أحوال ميراث الأم؟ الأم طبعا من أصحاب الفروض لأنها أنثى فلا ترث بالتعصيب أبدا، وأحوالها في الحقيقة عندنا حالتين
ثبتوا بالنص عليهما في القرآن الكريم، وحالة أيضا لها أساس في النص القرآني ولكن استقرت باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم كما سنرى. أما الحالة الأولى التي ترث فيها الأم بالفرض ويكون ذلك هو الحظ الأوفر لها والأعلى، وهو أنها ترث تلت تركة الميت، لأن المفروض أن الميت اللي الأم بتورث منه يا الإبنة يا الإبن، مات وترك أمه أو ماتت وتركت أمها. الأم تاخد التلت بتاع التركة بالكامل، يعني لو 90,000 تاخد 30,000 إمتى؟ بشرطين مهمين جدا، أن يكون الميت ليس له أولاد مطلقا، ليس له فرع وارث مطلقا، لا ذكور ولا إناث، يعني الابن اللي ميت ملوش لا ولد ولا بنت. هنا هتبقى الأم في الوضع المثالي، لكن لو اتوجد له أي حد من الفروع الوارثة، بنت أو بنت ابن أو ابن أو ابن ابن، هتتأثر الأم في نصيبها وتنزل من الوضع المثالي. يبقى بتاخد التلت عند عدم وجود فرع وارث للميت مطلقا، مات وترك مثلا أمه وأبوه، الأم لها التلت، الأب له الباقي تعصيبا. مات وترك أمه وأخوه أخ واحد، الأم تاخد التلت والأخ ياخد الباقي تعصيبا. القيد الثاني أو الشرط الثاني، ألا يوجد للميت الذي ترك أمه ولا يوجد له أولاد عدد من الإخوة. ومعنى عدد من الإخوة اتنين فأكثر من أي صنف من أصناف الإخوة، أو من أي جنس من أجناس الإخوة، يعني ملوش اتنين إخوات، له واحد مفيش مشكلة، إنما ابتداء من اتنين تبدأ المشكلة ويهتز نصيب الأم ويقل وينزل عن الحد المثالي اللي هو التلت. فمثلا لو هو ميت وسايب أخوين شقيقين تتحقق الحالة، أخوين لأب تتحقق الحالة، أخوين لأم تتحقق الحالة، أخ وأخت من أي نوع تتحقق الحالة. يبقى أيا كان نوع الإخوة، مادام في اتنين للميت يطلق عليهم إخوة بغض النظر عن هم ذكور أو إناث أو من فئات مختلفة أشقاء أو لأب أو لأم، تتأثر الأم ويقل نصيبها وينزل عن التلت. طيب منين جبنا الكلام ده؟ النص القرآني بيتكلم على الحالة الأولانية اللي هي حالة وجود الفرع الوارث بينزل نصيب الأم من التلت لأقل منه، وفي حال عدم وجودهم بتاخد التلت. طب ايه بقى الحالة اللي في حالة عدم وجودهم اللي هم الفروع الوارثة؟ قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. واضح النص، فيش فرع وارث، الأم تاخد التلت، ده القيد الأولاني. طب القيد التاني بقى، القيد التاني ربنا بيقول فإن كان له إخوة، إن كان للميت إخوة أو الميتة إخوة وترك أمها، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، واحد على ستة. يبقى وجود كلمة إخوة نزلت الأم من التلت للسدس، في حال عدم وجودهم تفضل بالتلت. ويلاحظ أن الآية الكريمة عبرت عن الأخوة بالتنكير، إخوة نكرة، ليه؟ ما حددتش، لم تكن إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، إخوة ذكور أو إناث، وإنما قالت مطلق إخوة. حتى أنه من الغريب أنه لو وجد للميت
إخوة أي عدد، وكانوا سيحجبون لوجود من هو أقوى منه. معروف إن الأب بيحجب الإخوة مثلا، فبالرغم من إن الإخوة محجوبين هيأثروا على الأم، لأن الآية مطلقة قالت فإن كان له إخوة، وربنا ما قالش إخوة وارثون وإنما أطلق، يبقى مجرد وجود العدد من الإخوة بينزل الأم من التلت للسدس حتى ولو كانوا محجوبين. ودي حالة من الحالات القليلة في الميراث أن المحجوب يؤثر في غيره بالرغم من حجبه. يعني البعض يقول لك ما هو مادام محجوب بقى خلاص ما عادش له اثر. لا، الايه بينت حتى لو كانوا، ولذلك المثال بيقول لو ان واحد عنده اتنين اخوه اشقاء وام واب، الاب معروف انه بيحجب الاخوه الاشقاء، فالاتنين دول محجوبين بالاب. يفضل معايا الام والاب، ما اقولش ما دام الاخوه الاشقاء محجوبين يبقى ما فيش عقبات قدام الام وادي لها التلت. لا، العقبه موجوده، لان الايه بتقول فان كان له اخوه فهم ومحجوبين برضو اسمهم اخوه، هتنزل من التلت للسدس والاب ياخد الباقي تعصيبا. يبقى القيدين المطلوبين علشان الام تاخد التلت عدم وجود فرع وارث للميت مطلقا، اتنين عدم وجود عدد من الاخوة مطلقا من اي جهة ومن اي صنف حتى ولو كانوا محجوبين. لو انتفى الشرطين دول تاخد الام التلت، والايتين واضحين زي ما قلت، فان لم يكن له ولد وارثه ابواه فلامه الثلث، والتانية فإن كان له إخوة فلأمه السدس. طب الحالة التانية، الحالة التانية هي الأم بتاخد السدس، هي عكس الحالة الأولى. احنا قلنا في الحالة الأولانية عدم وجود فرع وارث مطلقا، عدم وجود عدد من الإخوة اتنين فأكثر مطلقا. هنا بقى نقول ترث الأم السدس وتنزل عن التلت إلى السدس في حال وجود، بقى مش عدم وجود، وجود فرع وارث للميت مطلقا، وجود عدد من الاخوة مطلقا. دول عكس الحالة الاولى. يبقى اذا تتراوح حصة الام المقدرة شرعا والتي وردت في القرآن الكريم بين التلت في اسعد الاحوال وفي اكثرها مثالية، او السدس اذا وجدت عقبات امام ميراث الام فتنزل من التلت الى السدس. وهذا ليس معناه ان الام تحجب، هي لا تحجب، وانما تحجب حجب جزئي، يعني حجب نقصان، يعني القيمه بتنزل شويه، لكن لا تحجب بمعنى تخرج من التركه وهي خاليه الوفاض. الحاله الثالثه الخاصه بميراث الام، وهي حاله فيها نوع من الاجتهاد، وبتعتبر من مسائل الميراث الشهيره، لأن علم الميراث عامل زي القضايا كده، زي ما كنا نعرف زمان حاجة اسمها أغرب القضايا، في حاجة اسمها أغرب مسائل الميراث التي وقف الصحابة أمامها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا وجمعوا بين النصوص وبين توسيع دائرة الفهم. هذه الحالة الأم فيها تكون التركة محصورة في ثلاث أفراد، أحد الزوجين يعني الزوج والزوجة، يعني الزوج ميت تبقى الزوجة اللي معانا، الزوجة اللي ميت تبقى الزوج اللي معانا، والأب والأم. يبقى مسألة ميراث تنحصر بين أحد الزوجين والأب والأم. طيب ما المشكلة في هذه الحالة؟ المشكلة في هذه الحالة أننا سنجد أنه
الزوج هنا بياخد النص لعدم وجود فرع وارث. الام هنا لو قلنا خلينا ماشي طبيعي هتاخد تلت التركة كلها لعدم وجود فرع وارث ولا عدد من الاخوة. الاب ياخد الباقي تعصيبا. ده الحل الطبيعي اللي هو كانت الامور ماشية عليه. ولكن تبين لنا ان الباقي اللي هياخده الاب ده يساوي سدس التركة. السدس فقط. اذا كأن الام اخذت ضعف نصيب الاب. وهذا يعد اخلال بالتوازن الذي تسير عليه قواعد الميراث. لان الانثى المساوية للذكر اما ان ترث مثله او اقل منه، اما ان ترث ضعفه فهذا يخل بنظام الميراث. هنا اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان الفاروق عمر يجمع في مثل هذه المواقف كبار الصحابة واشهرهم في علم الميراث، وعلى رأسهم سيدنا زيد بن ثابت وسيدنا علي بن ابي طالب، وهم اكثر الناس براعة في فهم علم الميراث، ويتدارسون كيفية توسيع دائرة الفهم في هذه المسائل. فذهب فريق من الصحابة الى القول لا شأن لنا بما حدث، نحن نسير وفق قواعد الميراث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. أعطينا للزوج نصيبه، للأم نصيبها، تبقى للأب السدس، لا شأن لنا لأن هذا هو حظه ونصيبه في الباقي. فريق آخر قال يا سادة نحن لن نغير قواعد الميراث، ستظل الأم حاصلة على التلت، ولكن لابد أن نحدث نوعا من المساواة والعدالة التي يقوم عليها نظام الميراث، في أنه لا يضر الأب في هذه الصورة ويأخذ نصف نصيب الأم. فلنبحث عن حل توفيقي يضمن شكل الميراث للأم على أنه التلت كما قدر القرآن، وللأب نصيب يجعله متوازنا مع الأم وليس في حال خلل. واقترحوا الوضع التالي. احنا معانا الزوج ومعانا الأم ومعانا الأب. الزوج لا شأن له بالمشكلة لأن الخلل حصل بين الأم والأب. قالوا مفترض مثلا ان التركة 120,000 دينار، يعطى للزوج نصف التركة ككل، 120,000 على 2 ياخد 60,000 وينصرف ولا شأن له بالمشكلة. يفضل معايا مسألة جديدة ما يتواترك أم وأب، وتركة جديدة بعد ما نخصم 60,000 اللي خدهم الزوج يتبقى 60,000. نوزع وفقا للميراث الشرعي، هنقول الام واخده تلت، هو نفس التلت الشرعي، والاب واخد الباقي، لكن تلت الستين مش تلت المية وعشرين، فهتاخد 20,000 والباقي للاب هيبقى 40,000. يبقى هنا اتعدل الخلل واصبح الاب نصيبه ضعف نصيب الام. ولكن هل التلت الذي اخذته الام هنا هو تلت التركة جميعها اللي هم 120، ولا تلت الباقي بعد نصيب الزوج؟ هو تلت الباقي بعد نصيب الزوج. اذا هذا فرض جديد، هو متفق من ناحية الشكل لكنه مخالف من ناحية المقدار والقيمة، وقالوا ان هذا لا يعد خللا، لا يعد خللا. طيب امال ايه يا جماعة المشكلة اللي ترتبت على هذا الاقتراح؟ ان بعض الصحابة امثال سيدنا عبد الله بن عباس اعترض وقال ان الفروض الشرعية دائما تنسب الى جملة التركة، فعندما نقول فلان يأخذ نصف التركة يعني نصف المال كله، تلت التركة يعني تلت المال كله، ولم نسمع أبدا عن مسألة تلت الباقي دي. حتى قال عبارة شهيرة أين في كتاب الله ثلث ما بقي، فين الباقي ده؟ إذن احنا عايزين حاجة واضحة
من النصوص تأيد الاقتراح بتاعكم. سيدنا عمر لا يقول أبدا بالهوى، وهو من هو، فقد نزل قرآن بشأنه، وأوتي كثيرا من الإلهام، وهو العادل، وهو رجل الحق والفارق بين الحق والباطل، ولا يأبى أبدا أن يتهم بأنه يقول بالهوى. فلما جلس مع نفسه وجد أن القرآن الكريم يعطي الحق للتصرف في هذه المسألة. لما سيدنا عبد الله بن عباس قال أين في كتاب الله ثلث ما بقي، واللي جه في القرآن الثلث بتاع التركة كلها، ويقصد بذلك قول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال عمر نعم صدقت يا ابن العباس، هذه الصورة التي وردت في القرآن لا يمكننا أن نقترب منها، لكنها تختلف عن المشكلة التي أمامنا. فالتي وردت في القرآن انحصرت التركة في الأب والأم فقط، لكن التي نتحدث عنها انحصرت التركة في الزوج أو الزوجة والأب والأم، فهي مغايرة. فإذا لم يكن من حقي أن أجتهد فيما ورد في القرآن، ففيما لم يرد في القرآن علي أن أعمل دائرة الفهم، لأنه ليس فيه نص ملزم. وعليه فقد اقترحت بذلك استنادا إلى النص، واعتمادا على القواعد العامة في الميراث التي تلزمنا بالتوازن والمساواة. وارتاح قلبه وطبق هذا الحل، حتى أطلق على هذه المسألة بالمسألة العمرية نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وهي في الحقيقة مسألتين، لأنه مرة ممكن يكون الزوج والأم والأب، ومرة الزوجة والأم والأب، وغلب الحل فيهما، رغم أن الصورة التي فيها الزوج تكون أكثر وضوحا من الثانية، ولكن عند اتحاد السبب في أمرين يغلب الحل الواحد حتى تستقر الأمور وتستقيم. ولذلك يسمي البعض المسألتين بالعمريتين، لأنهما اتنين. والبعض يسميها المسألة الغراوية، والغراوية معناها أن الغرة هي العلامة في جبين الفرس، فكأن هذه المسألة مشهورة بحيث أميزها بين مسائل الميراث المختلفة. وانتهوا فيها إلى أنه عند انحصار التركة في الأب والأم وأحد الزوجين، تحصل الأم على ثلث الباقي بعد أن نخرج الزوج أو الزوجة بنصيبهما، ويكون ثلث الباقي وليس ثلث التركة، انتهاء بما اتفق عليه الصحابة، وهو ما أقر به الأئمة الأربعة من بعدهم، والقانون المصري في الميراث، وهو المطبق في المحاكم بنفس الحل الذي ارتضاه عمر وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. المهم أن تتحقق الشروط، وهو أن تكون الأم ترث في هذه المسألة الثلث وليس السدس، لأن لو كانت هتورث السدس ابتداء فلا مشكلة، لأن الأب ساعتها ياخد الثلث. يعني لو أنا عندي اتنين إخوة وأم وأب وزوج، الاتنين إخوة رغم إن هم محجوبين هينزلوا نصيب الأم من الثلث للسدس، فالزوج هياخد النص والأم السدس والأب الباقي وهو ثلث، فلا توجد مسألة عمرية. يبقى أن تكون الأم حاصلة على الثلث، وتنحصر المسألة في أحد الزوجين والأب والأم. وقد تكون المسألة من البداية عمرية أو تتحول إلى عمرية، يعني بعد الحجب تنحصر في الزوج والأب والأم، أو الزوجة والأب والأم. إذن حالات ميراث الأم ثلاثة: ثلث التركة كلها، سدس التركة كلها، ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألة العمرية الشهيرة. وهذا هو ميراث الأم بحالاته الثلاث. نستكمل إن شاء الله أصحاب الفروض المتبقين في المحاضرات القادمة، وندعو لكم بالسداد والتوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.